أنا دائما تسمعوا مني أنا أقول لكم لا تطيعوا الشخص اللي يقول لا تفكروا إحنا نفكر لكم. لا، ما حدا يفكر لنا، إحنا بدنا نفكر وبدنا نستشير اللي بيفكروا بحيث أن نضم فكرنا لأفكارهم، مش أنه نخضع. يعني في بعض الناس اللي هني بيسيطروا علينا، كيف يسيطروا؟ سياسيين، دكتاتوريين، وأحزاب، لأنه يعرفوا أن الشعب إذا وعي وصار يفكر صار يعرف هذا مثلاً جيد وهذا غير جيد، يعرف هذا فلان غلط هون وما غلط هون. ولذلك في كثير من الناس، من الزعماء، من الأغنياء، من الحكام، هؤلاء بس مستكردين الناس، لأن أقول لك الناس غنم، ما حدا بيفكر، الناس عبيد حاجاتهم، عبيد بطونهم. ولذلك إحنا نسيطر عليهم، لكن إذا كان عندك وعي، وعي يجعل لك نور في عقلك، تصير تمشي على نور، بينما إذا ما عندك علم تمشي على ظلمة، تتخبط. تعرف اللي بيمشي على ظلام صعب يوقع بهالحفرة، وصعب ذيك الحفرة. لذلك العقل هو حجة الله علينا، فعلينا أيها الأحبة أن ننمي عقولنا، حتى لو العلماء حكوا لنا حكي نسألهم منين هالحكي، وإذا صارت عندنا فكرة بنناقش. مو معنى لما نناقش العلماء معنى إحنا عم نهينهم، لا، بدنا نفهم مليح. في فكرة أفضل ما فهمناها، في فكرة ما قبلها عقلنا. ما في بعض الناس يقول لكم قراء تعزية وقارئات تعزية وما في أشياء ما بتنطبق على العقل، إنهم هذا ما عقلنا ما بيقبلها، قنعونا كيف هيك صارت. لهذا كونوا أحرارا، هذا اللي وإحنا مشكلتنا، مشكلة كثير الناس اللي عميان، مش عميان النظر، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.